سباق بين أثرياء العالم لجمع أكبر قدر ممكن من الأصفار. إيلون ماسك قد يكون أول شخص يجمع 12 صفراً ليصبح أول تريليونير في التاريخ بحلول عام 2027، كما قدرت أكاديمية إنفورما كونكت. تقدر الثروة الحالية للملياردير الأمريكي ومالك منصة إكس إيلون ماسك بحوالي 250 مليار دولار وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، وتنمو هذه الثروة بمعدل سنوي ثابت قدره 110%، ما يؤهله لأن يكون صاحب النصيب الأعلى لنيل لقب التريليونير. الشخص الثاني الذي توقع التقرير أن يحظى باللقب فهو الهندي غوتام أداني، مؤسس مجموعة أداني جروب، الذي سينال هذا اللقب إن حافظ على معدل نموه السنوي الأخير البالغ 123%. تلاه جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، حيث شهدت ثروته ارتفاعاً من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 90 مليار دولار في غضون 5 سنوات. وفي المرتبة الرابعة جاء الإندونيسي براجوغو بانغستو، مؤسس مجموعة الطاقة والتعدين الإندونيسية باريتو باسيفيك. يذكر أن 1% من البشر في العالم يستحوذون على 1/3 ثروات البشر، وفقاً لتقرير نشرته منظمة أوكسفام.